الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تؤخذ من هذه الآية في بيان مقاصد الحج تزكية النفوس في البعد عن المحرمات والاستجابة لأمر الله في ترك بعض المباحات وغيرها. فإن الحج من أهدافه أن يتزكى الحاج وكذلك المعتمر في أنه استجاب لأمر الله فترك محرمات وكذلك ترك مباحات وغير المباحات. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولخطورة هذه الثلاث أعيد ذكر الحج مرة أخرى. الحج أشهر معلومات، فمن فرض أي من دخل في وجوب هذه العبادة وأتم الحج والعمرة لله، فكل من دخل الحج أو العمرة ولو كان في نافلة فإنه أصبح في حقه واجبا أن يتمه، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يبتعد عن هذه الأمور الثلاثة حتى إن الرجل يحل له من امرأته ما يحل له قبل الإحرام، ولكن بعد الإحرام حرمت عليه أمور استجابة لأمر الله. وكذلك ابتعد عن المعاصي في عمومها، وكذلك صفى نفسه في الإقبال على الله فلم يقم في المجادلة في الحج.